مشاهدينا، على ما يبدو لدينا مشاهد جاهزة لإطلاق طائرات مسيرة من لبنان باتجاه قيصارية حيث منزل نتنياهو. طيب، المسيرة هذه قبل إسقاطها من قبل إسرائيل كانت متجهة لمدينة قيصارية حيث منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وهذه المسيرة بحسب المصادر اجتازت مروحية عسكرية. إذن هذه المسيرة اجتازت مشاهدينا كما نتابع طائرة إسرائيلية فوق تحديدا خليج حيفا. إذن نتابع وإياكم على الشاشة مشاهدين هذه المشاهد لمسيرة أطلقت من لبنان اجتازت مروحية عسكرية كما نتابع وإياكم إسرائيلية فوق خليج حيفا. إذن هذه المشاهد مشاهدينا لمكان إسقاط المسيرة التي انطلقت من لبنان، سقطت وأسقطت في منطقة قيصرية حيث منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. Have a seat.